صباح الخير. هنطلع في جولة شاملة داخل الشوارع اليابانية، وقلت أركب تاكسي ولا أركب عجلة ولا، فقلت أركب المترو. فأنا داخل دلوقتي على محطة المترو، طبعا زحام شديد، الناس قايمة بدري كالمعتاد. طبعا نحل عبارة عن خلايا نحل متحركة، كل واحد عارف رايح فين. لا انا شغلاني حكايه التذكره، سعر التذكره هي الحياة غالية، من أغلى العواصم ومن أغلى البلاد في العالم اليابان. لكن 160 سنت خمس محطات، 160 سنت يعني عندي حوالي 25 جنيه تقريبا، 25 جنيه أو 30 جنيه تذكرة تقريبا في مصر يعني عندنا. والمسافة اللي أنا هقطعها اللون الفوشيا كده عشان أوصل للمتحف أهو. مسارات الاحمر والازرق والازرق الغامق والاحمر الفوشيا والاحمر العادي، كل حاجه كل محطه لها سعر. مفيش حاجه كده اسمها تذكره شامله ولا غيره، لا كل حاجه لها سعر. والمكان مفيش ناس، مفيش حد بيقطع لك التذاكر وكذا، المكان موجود، واللي مش متعلم يتعلم واللي مش عارف هيعرف. وسيله انتقال مهمه جدا وسريعه جدا، والناس نحل، خلايا نحل بجد شايفها. فانا قطعت تذكره وابدا معاكم على نروح المترو ونطلع على المتحف مع بعض، نشوف يوم في حياه اليابانيين. لو السيستم واقف الناس بتقف، محدش بيفكر، في سيستم موجود وكل بيحترمه بشكل مطلق، مفيش حد بيفكر، مفيش حد بيخترع، مفيش حد صوته عالي. انا يعني قاعد مندهش انه مفيش صوت، مفيش حد بيتكلم، مش حد بيزعق جوه المترو. جوه القطر خدت يعني كنت بركب القطر في مسافه 3 ساعات، القطر طلقه، مفيش مخلوق بيتكلم وكاني لوحدي موجود في القطر. المترو نفس الكلام، حاله من حالات الناس بتقرا، الناس فاتحه تليفون وبيقروا منه كتب وبيقروا منه وكذا وكذا وكذا. مفيش حد بيضيع وقت، مش حد بيتكلم على اللي جنبه، مش حد بيرغي، سلوكيات غريبه جدا. انا فعلا في كوكب اليابان، في كوكب اليابان، وهنقول لكم على قد ما اقدر في شوارع اليابان اللي بيحصل. مجلات انواع كتير كلها حاجات دعائيه، لكن اسمها مجلات الرصيف. دي المجلات اللي بيكتب فيها ايمن نور، وبيكتب فيها معتز مطر، وبيكتب فيها جماعه بتوع الاخوان يحيى حامد وغيره، بيكتب في مجلات زي كده. وفي الاخر هي مجله يابانيه، مجله يابانيه، صحيفه يابانيه، صحيح. هو يكتب اكبر صحيفه يابانيه بتقول ان حقوق الانسان في مصر كذا، هي دي المجلات، هو ده الوضع بتاعها. ده المجلات اسمها مجلات الرصيف، ان احنا يجب ان احنا نعرف ده اللي موجود في العالم بالمناسبه كله، مجلات الرصيف. ومجلات الرصيف دي من المجلات اللي مجلات للاعلانات على الاكل والشرب وغيره، لكن هم بيخطفها ويكتب بيها مجله يابانيه، مجله انجليزيه، مجله هولنديه، وفي الاخر هي مجلات رصيف لا تباع ولا تشترى. لكن هو بيستغل الناس ما بتعرفش، او الناس مش عايزه تعرف، ومحدش بيبحث، ويبدا في الاخر يعمل عليه بروباجندا كبيره جدا. نكمل في شارع احنا الصبح بدري، فما فيش زحمه قوي، لكن هو الهدوء هو العنوان. خليني اخد الرحله السريعه دي، احنا رايحين القلعه، قلعه اوساكا، اشهر مكان في اوساكا، وبيقولوا اللي ما زارش قلعه اوساكا ما زارش اوساكا. خلينا نروح مع بعض نشوف ايه حكايه قلعه اوساكا. لكن احنا دلوقتي في المترو ونشوف بعض سلوكيات الناس في المترو، وانا صوتي بحاول اكون منضبط لان الناس ما حدش بصوت. يعني لو احنا شفنا هنلاقي الناس قد ايه كتير، ما حدش بيتكلم، يعني كل واحد قاعد في حاله، في تليفونه، في ما حدش بيتكلم، مفيش صوت، مفيش ازعاج غير صوتي يمكن بس.